سيدي، لعبة موسيقات القوات المسلحة ومن خلال الخبرات الموجودة فيها دور بارز وهام في تأسيس وتطوير عدد من الفرق الموسيقية العسكرية في الدول العربية الشقيقة، وذلك من خلال إرسال عدد من العازفين ليكونوا النواة الأولى، وفيما بعد تم إرسال مدربين لمتابعة تأهيل وتطوير العازفين في تلك الدول، وأيضا يتم إشراك عدد من مرتبات الموسيقات العسكرية لمعظم الدول العربية داخل معهد موسيقات القوات المسلحة، اللي بيعقد دورات متخصصة ويكاد ينفرد في كثير من الدورات بين دول المنطقة. جميل جميل جدا. يعني أيضا منحب نسمع من الرقيب عالية وأيضا النقيب آمال، يعني زي ما ذكرتوا أنه كان لديكم وما زال طبعا العديد من المشاركات سواء العربية أو العالمية في العديد من المهرجانات العسكرية وغيرها، برأيكم يعني من خلال مشاهداتكم ومتابعتكم، من هي مثلا الفرق النسائية العسكرية صاحبة الخبرة متميزة بشكل كبير؟ الفرق العسكرية احنا من خلال مشاركتنا يعني لغاية الآن لنا 3 مشاركات دولية. نعم. بس من خلال بعض المشاركات لاحظنا انه الفرق البريطانية الأمريكية لأنه لها يعني وقت طويل عم تشتغل وفيها عنصر نسائي، هي على مستوى الصعيد الدولي. إذا بدنا على المستوى العربي في العماني، الفريق العماني كونه في نساء لهم تقريبا 18 ل 20 سنة ما شاء الله، فلهم فترة في الممارسة، وإن شاء الله بناتنا بيوصلوا لفرق عالمية وبيحترفوا كمان إن شاء الله. طبعا يعني مشاركتكم في أدنبرا يعني هذا موضوع مش سهل، يعني تاريخهم كبير في الموسيقات العسكرية.